سلام براس، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، واللي اول مره كيشوف القناه ديالي يشارك ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد. مرحبا بكم، الف مرحبا على الصفحه ديالي في انستغرام. مرحبا بالاسئله ديالكم. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم واحد الوصفه اللي توب، وصفه اللي زوينه البنات، زوينه زوينه زوينه، وصفه اللي كي قلت لكم راها زوينه، كتبيض اليدين، كتبيض الرجلين، يعني كطرى الجسم، يعني اليدين ديالكم، الرجيلات ديالكم كطرى هكا اليدين، يعني حتى الفوق هذوك الكعيبات. هاد الوصفه هذه زوينه، كنديرها انا في هاد الوقيته هذه، يعني عارفين دابا انه وقيته ديال الشمس، كيكحلوا لينا اليدين ديالنا، كيكحلوا لينا الرجلين ديالنا، خصوصا بنادم اللي كيتعرى، يعني اليدين والرجلين دو الدريعات ديالهم تيكحلوا. وبحال وليداتنا، يعني ولادنا بناتنا، كيف ما كتشوفوا معايا هنا، انا الوصفه راه طبقتها لكم على هبه كيف ما كتشوفوا، درت انا اليد ديالي، ولكن باش غادي نوريكم الرجلين وهكا راه طبقتها على بنتي كيف ما كتشوفوا معايا. المكونات هنا عندي خميره ديال الحلويات، عندي واحد البيضه اللي غادي نستعمل غير الصفر ديالها. وصفه كي قلت لكم البنات راها زوينه، كتحيد الكحوله ديال الشمس، كتحيد ديك الخلايا الميته، كتخلي لكم اللحم ديالكم رطب رطب رطب. ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم كيف ما كتشوفوا معايا. هنا غادي نوجد معكم المكونات الاخرين اللي هما عندي قهوه سريعه الذوبان غندير منها واحد المعلقه، عندي مايزينا حتى هي غندير منها واحد المعلقه، وعندي الخل، خل اللي كنديرو في الشلاضه يعني ديال الطياب، غادي ندير منه حتى هو واحد المعلقه كبيره. خميره ديال الحلوى، طبعا خميره غديروا الحمراء اللي كديروا نتوما يعني الناس ديال المغرب، اللي هنا راه هذه راها كبيره، يعني غادي نديروا انا هذه اللي كنستعملها البنات، يعني مي كنخرج وكنمشي عند الجزار المغربي راه كنجيب الخميره ديال المغرب الحمراء، ولكن مي كنتقدى التقاديه ديالي ديال الدار ديما هذه الخميره اللي كنستعمل. كديروا غير النص ديالها هذه، يعني ما غديروهاش كامله، هذه راه كثيره كيف ما غادي تشوفوا معايا البنات. هنا خديت غير الصفر ديال البيضه، الصفر ديال البيضه البنات، اللي غادي نزيد عليه معلقه ديال المايزينا، هو غادي نزيد القهوه كيف ما شفتوا معايا طفوات ليا، ولكن راها معلقه نيت البنات، معلقه عامره هذه صافي. وكنزيد عليها الخل والخماره، وكنخلط داكشي مزيان مزيان، وكنخليه كيف ما كتشوفوا معايا كتخوي ديك الخميره تيطلع يعني كيخمر صافي. تنخلطو مزيان وغادي نطبقو لكم على اليد ديالي، وبالنسبه للرجيلات وسميتو غنطبقها لكم على بنتي وانتوما معايا.
صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا كديروها كديروها يعني كيف ما شفتوا معايا على هذا الشكل هذا، كنخليها حتى كتبدا هكا كتنشف. من بعد البنات راه كنحكها واحد الحكه دائريه وكتشوفوا كيفاش كتحيد، يعني كتحيد بحال الا كنتو كتحكوا بالكيس ولا مسخ يتحيد لكم بحال كنتو في شي حمام مغربي. من بعد ما كتحكوها وكتحيد داكشي ومن بعد ما كتغسلو كتشوفوا واحد الفرق كبير كيفاش الرجيلات ديالكم واليديات ديالكم ولا رطبين. وصفه اللي كنديرها ليديا ورجليا، الوجه ما كنديرهاش ليه، يعني اي بلاصه حساسه ما ديروهاش ليه، هي فيها الخل، يعني ما كتوافقش الوجه البشره الحساسه ما كتوافقهاش كيف ما شفتوا معايا، اليدين والرجلين فقط.